بيجي بالحزن ليه سره طريق سره طريق سره طريق بيجي بالحزن ليه سره طريق سره طريق سره طريق وحيلة تكون عم نمشي على الأمل لكن نهايته لكن نهايته صحبي وضمير مقتول صحبي وضمير مقتول عم نمشي على الأمل لكن نهايته لكن نهايته صحوي وضمير مقتول صحوي وضمير مقتول صحوي وضمير مقتول بيغيب الحزن ليه سره طريق سره طريق سره طريق وحيد بيغيب الحزن ليه سره طريق سره طريق سره طريق بيغيب الحزن ليه سره طريق سره طريق سره طريق that way I'm happy and your wife gets to live otherwise I'm unhappy and your wife well okay وبعدين معك يا وليد اللي بيشوفك بيقول انك حامل هموم الدنيا فوق راسك يعني اللي صار مع العم قاسم قليل ما هذا اكبر هم مسكين ما بيستاهل اللي صار له الشرطة اجت اليوم على المصنع وحققوا بالموضوع وكانت المسألة بدها تكبر بس انتهت على انها اصابة عمل بس انا ماني مقتنع اكيد الحادث فيه واحد وراه معقول يعني مين له مصلحة يتخلص من العم قاسم رح اعرفه انا ما رح اسكت ابدا وليد الله يرضى عليك ما بدنا مشاكل الحادث انتهى والشرطه طوت صفحته وهي غلطتي انا كان لازم نبه الشرطه انه الحادث احتمال يكون مدبر بس ما بعرف شو اللي منعني انت هيك عملت الصح لانه كانوا بدهم يسالوك بمين بتشك ومين له مصلحه يقتل العم قاسم وقتها كنت بدك تفوت بمتاهات الى اول وما لاخر اسمح لي لازم امشي عفوا بس بدي اسالك سؤال قبل ما تمشي حضرتك يعني العم قاسم لسه بدكم تحققوا معه بعد ما بيطلع طبعا اجراءات ولا بد منها خاطري طيب شو انتم مع السلامه مع السلامه الله معكم مع السلامات قضاء وقدر الحادث مدبر وفي واحد وراه شو عم تحكي يا وليد شو عم تحكي العم قاسم شريف ونظيف والكل بيحبه بعدين مين بده يقتله يعني يا ريت العمال المصنع مثله بالشرف والنزاهه والامانه لك انا اللي مستغربه انه انت امبارح طلبت من عم قاسم يشتغل على حديد 10 ملي واليوم اتفاجأ اني فتحت درافية على 8 ملي شو بتفسر الحكي عفوا سيد الوليد يعني انت شو عرفك انه هي على 8 ميلي؟ سالت العمال وقالوا اني فتحت رافيل هي اللي سببت الحادث يا سيد الوليد يا سيد الوليد يعني هذا مو اول حادث بصير بعدين هالنوع من الحوادث بصير كثير عندنا بالمصنع بعدين يعني يمكن يكون العم قاسم سهي وجل الذي لا يسهى يعني مين هناك اللي مثل عم قاسم كان لازم يستقيل من زمان ليش؟ لانه الشغل بياثر على كبر وخاصة إذا كان الشغل بيكون حساس مو هيك؟ ايه
هيك يا سرحان هيك. شو وين كنتي امبارح؟ دقت عليكي. شبك يا ربا؟ شبك يا حبيبتي؟ في شيء لا سمح الله؟ شبكي؟ شو ماشي الحال؟ انا رح امشي هلا. معلش يا استاذ عطيه، انت عارفان ان المكتب لسه بيدرس بالمشاريع، واليوم الاستاذ ناجح نازل بعطاء واكيد رايح يرسى عليه. ان شاء الله يا ستي، نحن شو بدنا غير هيك؟ نحن بدنا المكتب يشتغل لحتى نحن نشتغل. يعطيك العافيه. اهلا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قلتي لي انه ابوكي بيشتغل بمصنع حديد من 30 سنه. اي نعم. طيب شو اسم المصنع؟ اسمه مصنع الوطنيه. وشو اسم صاحب المصنع؟ عدنان مهران. يعني انتي بنت العم قاسم؟ ليش انتي بتعرفي؟ بسمع عنه. نعيم كان يحكي لي عنه كثير. نعيم؟ مين نعيم؟ جوزي الله يرحمه. انا مالي فهماني شيء. الايام جاية وكل شيء بوقته حلو. يلا امي خلينا نطمن على ابوكي. ايه طبعا ضروري بكره وباول صفحه كمان. طيب مع السلامه. هاي ابو نادر، شو قلت؟ مثل ما قلت لك يا ست عفاف، غير هيك ما بوفي معي. بس 10,000 ليره كثير. اوف اوف اوف، 10,000 ليره كثير؟ انا والباص؟ لا يا ست عفاف، عدم المؤاخذة، شوفي غيري قديش عم ياخذ. ماشي الحال، اتفقنا، خلينا نكتب العقد. ايه نكتب العقد، بس عدم المؤاخذة في لي شوية شروط. شروط؟ تفضل، شو هي الشروط؟ أولا التصلي عليكم. ماشي الحال، وثانيا في عندي شرط مهم يا ست عفاف. وشو هو؟ عدم المؤاخذة، عدد الطلاب كتير ولا قليل؟ بدي أعرف. يعني اللي سجلوا حوالي 70. في هاي الحالة الباص حيروح على نقلتين، يعني السعر راح يتغير. ومين قال لك رح ناخذه على نقلتين؟ بنحطهم مع بعضهم بنقلة وحدة ونحشرهم حشر، ما هن صغار. هدول 70 طفل يا ست عفاف، عدم المؤاخذة، الباص شو بده يسع لما يسع؟ أنا آسف، شو في غيري؟ عود يا أبو نادر شوي لنتفاهم. إيه، إذا في تفاهم بعود. المصنع تأسس على إيده، وكان عزيز على المرحوم كتير، وسيرته على لسانه وين ما راح، وكان عدوه الأكبر عدنان مهران اللي صار صاحب المصنع بعد المرحوم. كانوا مثل الشحم على النار، وهذا الشيء اللي كان يضايق نعيم كتير، وكان كل همه انه يرضي العم قاسم وما يزعله، لانه له فضل عليه كتير. ابوك يا ربعب
كان أمين مخلص، كان يحب كل الناس وما يرضى الأذية لحدا. بصراحة أنا ما بعرفه، بس كنت أسمع عنه كتير. يا خسارة إني شوفه بهالحالة، يا خسارة. أنا ما إلي حدا غيره يا مدام جليلة، ما إلي حدا بهالدنيا غيره، ما إلي حدا. مدياتك ولو مالك عرفان انه انا بخدمتك، المهم رضاك علي. بس انا خايف قاسم ما يكون مات، لانه اذا ما مات بتصير مصيبه كبيره. ها لا 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 اطمن، ما راح يقوم منها بنوك، لانه الضربه. سكر الباب. ولك انا اللي قاهرني، شلون ما مات؟ لك شلون عايش لهلا؟ انت نسيان تقلي الحديد يلي ينزل على راسه. يا خطي يا حرام الشوم، يا حرام الشوم مسكين. إيه بس هذا امر الله، شو بدنا نساوي يعني؟ ايه اظن صار لازم امشي. بدك شيء؟ سلامتك، بس لا تنسى التحميل يوم الجمعه بالليل. ها مفهوم. عظيم، الله معك. بعتقد هلا لازم نفتح الباب، خلصنا حديث ما هيك؟ بري عليك، الله معك وانه بيحارسك. بخاطرك. الله معك. عليك تعبان كثير. ست نادية. وليد شبك ماما؟ صلح عليك، شبك يا وليد؟ ما في شيء ماما، ما في شيء، انا منيح. اطرد دكتورة ست نادية. ما في داعي، ما في داعي. شكرا لك عم ابو سامي، تقدر تشوف شغلك. يعطيك العافية يا ابو سامي، شكرا. الله يسلمك. شوي شوي ماما، شوي شوي. على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلك.
على مهلك ماما على مهلك. شوي شوي. شو صار لك على غفله؟ عودني ماما عودني. بسم الله الرحمن الرحيم. احكي لي ماما احكي لي وليد بشو حاسس؟ ما في شيء ماما. صدقيني ما في شيء. بس علام من شان العم قاسم. اليوم رحت للمستشفى وقابلت الطبيب قال لي ان حالته ميؤوس منها ما في ابدا امل لشفائه. لا حول ولا قوه الا بالله. خلص يا ماما اللي صار صار. نحن شو طالع بايدنا؟ قوم حبيبي قوم قوم ارتاح بغرفتك يلا. يا ماما نحن ما لازم نسكت، هاي الحالة صار عم تصيبه للمرة الثالثة، لازم نشوفه طبيب مختص. شو بدي أعمل يعني؟ كل ما بقول له خليني أعرضك على دكتور بيقول لي مو محرزة. مجرد صداع خفيف من التعب والإرهاق. يا ماما مو على كيفه غصب عنه. على كل حال ابوك اتصل اليوم وقال انه جاي بعد اسبوع لنشوف كيف بده يتصرف. شو يعني نحن ما بنعرف نتصرف؟ انا طالعه اشوفه. مساء الخير. أهلين كيفك نادرة؟ كيفك هلا؟ مثل ما أنت شايفتي ما في شيء وربكم يعني يكون مريض يعني بعيد الشر عنك. وليد حبيبي أنت لازم تشوف دكتور، هي المرة الثالثة بتجيك فيها هي الحالة، الأقل نطمن. تركينا هالموضوع هلا. يعني شو أخبار بحثك؟ كويس. بتعرف الدكتور قال ممكن يكون مرجع للطلبة. عظيم، هاي اخبار حلوه كثير. طيب خلينا نحتفل بالاخبار الحلوه ونقوم نتعشى سوا. انا ما عم اكل. معلش. ما لي نفس، تعشوا انتم. لا تتغلظ. الله يخليك نادر، مو جاي على بالي. بدي نام. طيب حبيبي، على راحتك. تصبح على خير. تلاقي الخير. ما بخبي عليك يا استاذ سرحان، العم قاسم بعد بايامه الاخيره لانه الضربات كلها كانت على الدماغ. يعني ما في امان؟ على كل حال الاعمار بيد الله. لا 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 يا حويتك يا عم قاسم بموت يا حويتك. إيه الحمد لله على الحال بالحال لانه الموت ما منه مال. بتمر شي دكتور؟ شكرا يعطيكم العافيه. الله معك. نحن هي رواتبنا، اكثر من هيك ما بنعطي حتى لو كان معك بكالوريوس. بتصور انه نحن وضحنا بالاعلان انه الرواتب مغريه، بس كنا على حق لانه 3500 ليره لوحده جامعيه وما عندها خبره بتصور كثير كويس. بعدين لا تنسي انه المواصلات علينا، يعني رح تروحي وتجي بالباص. طيب رح اتركك تفكري، انا منتظره قرارك. مع السلامه. سر
وهي هي كل القصة يا ربع من أولها لآخرها. يعني عدنان مهران أكل حقكم بالكامل؟ وعم بستنى اليوم اللي أشوف فيه عدنان مهران مكسور وراسه بالأرض. وليد ابن عدنان مهران، مصيبة إذا عرفت إنه هذا ابنه، بس أنا ما رح أحكي له لأنه وليد إنسان كويس وما له ذنب بكل اللي صار. رباب؟ أيوه. وين سرحتي حبيبتي؟ لا لا ما في شيء، بس خلينا نروح على المستشفى. يا بابا، أنا رأيي أن أسلوب التعامل مع العمال لازم يتغير شوي. شو أمرت سيد وليد؟ العمال بيحترموك صحيح وأنت رب عمل صحيح، بس أنا من خلال احتكاكي فيهم شعرت أنه في ألم بأعماقهم مصدره المعاملة القاسية. إن شاء الله أنا وظفتك هون لحتى تكون طبيب نفسي أو مصلح اجتماعي. أنا 100 مرة قلت لك العمال مالك علاقة فيه لا من قريب ولا من بعيد، سرحان هو المسؤول عن شؤون العمال والتوظيف بس. بس يا بابا سرحان ما راح يكون قلبه عليك مثلي، ولا يمكن يحبك مثلي، أنت أبي. هلا لا تاخذني بالعواطف، هون مكان عمل وبس، وما بتحكي معي غير بأمور العمل، فهمت؟ حاضر. بس أنا تعلمت منك إني أحب شغلي وأتفانى فيه. حلو. حب شغلك ما في مانع. بس مو تحب العمال وتركض ورا مشاكلهم. العمال هني أساس المصنع. لا غلطان، الأساس أنا والمصنع وبس، وكل شي غيرنا يمكن استغناء عنه بأي لحظة. بس الإنسان والعقل هني الأساس. أنا عقل المصنع، وقلت لك هالشي أكثر من 100 مرة، وإذا كان بتضل بالعقلية هي الأفضل تروح على البيت تترك شغلك، فهمت؟ هذا لأني رايي تكون قريب منك أكثر وشوفك أكثر. أنا يا بابا بحبك
وقلت لحالي يمكن المصنع يتيح لي فرصة أكون صديقك. بعدين أنا ما غلطت بحقك. وليد روح لشغلك ولا تنسى اللي قلت لك عليه. يلا. حاضر. وليد ما بدي اياك تتعب وتوجع راسك مشان صحتك يا ابني. يلا روح للشغل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل استريح. اهلا وسهلا. انا المهندس ناجح صاحب مكتب النجاح الهندسي. شرفت. اي خدمه تريد؟ أنا جاي وصي على كمية كبيرة من الحديد. بالواقع مشاريعي كثيرة وبيهمني إني أتعامل مع المصدر مباشرة. أهلا وسهلا، المصنع مصنعك. بس بتعرف يا سيد عدنان إنه الزمن بيكبر ناس وبيعجزهم بكير، وناس بيحافظ عليهم بخليهم شباب، وأنت ما شاء الله من الناس يلي الزمن محافظ عليهم. عفوا حضرتك تعرفني من قبل؟ ولو يا استاذ عدنان. معقول انسى عدنان بيك؟ انا ممكن انسى العالم كله الا عدنان بيك. عفوا مين انت؟ انت بعمرك ما شفتني بس اكيد سمعت عني كثير. اسمك ناجح ومهندس، إذا أنت ابن أم ناجح. زكي. زكي عدنان بيك. لا الظاهر إنه الزمن مو حافظ على شبابك وبس، محافظ على ذاكرتك منيح كمان. قل لي طمني كيف الوالدة؟ إن شاء الله بخير. مليحة. ساكنة معك؟ طبعا. قلي لأشوف، تجوزت؟ طبعا، وعندي ولد اسمه فادي. اهلا 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 وسهلا ابو فادي، نور المكتب ونور المصنع. صدقني انا فرحان كثير اللي وصلت له انت. بعدين امك انسانة رائعة، عرفت كيف تربي. يا ما تعبت من شانك ويا ما ضحت لحتى تشوفك اللي وصلت له انت. طمني كيف صحتها هلا؟ ان شاء الله بخير. منيحه والحمد لله. وبتعرف انك جاي لعندي هلا؟ لا طبعا، هذا شغل وانا ما بحب دخل اي انسان بشغلي. لا يا ناجح لا، هي امك مو اي انسان. المهم سلمني عليها وبلغها تحياتي. الله يسلمك.
الدنيا بتضل صغيرة يا أستاذ ناجح، والمثل بيقول جبل مع جبل ما بيلتقي، بس بني آدم مع بني آدم بيلتقي. ألو سرحان، تعال عندي بسرعة شوي. حاضر يا معلم تاج راسي، حاضر. ادخل. صباح الخير يا معلمي وتاج راسي. امور سرحان، انا الاستاذ ناجح صاحب مكتب النجاح الهندسي. نعم. شوف شو طلباته وشو بده بتنفذ له اياها فورا. حاضر. الاستاذ ناجح بهمني امره كثير، دير بالك عليها. من عيون التنتين معلمي، من عيون التنتين. شكرا كثير يا عدنان بيك على اهتمامك، وان شاء الله رح نلتقي كثير. طبعا طبعا. يا اهلا وسهلا، سلم لي على البندي. ان شاء الله بيوصل. مع السلامه. تفضل استاذ ناجح. شوفي الاستاذ وليد داخل صارت علامة. أعوذ بالله. سألت ماما وين كنتوا؟ قال لك إنه مشوار عمل. إيه مشي حالك. وين كنتوا لهلا؟ انشغل بالي عليكم، يعني معقول هيك لا تليفون ولا خبر؟ رحت مع البابا مشوار عمل، يعني لقاء مع رجال أعمال. منشان تعرف إن ابنك صار رجال. ها من قدك يا عم. حضرينا شلاء مناكل، عصافير بطني عم تزقزق. شو عم بتقول؟ جوعان. غريبة. نادرة وينها؟ نادرة نايمة جوا. هاي بتحب النوم والشوكولا بس، روح قلبها. عظيم، طالما ابوك سمح لك تصير تروح على المصنع معناتها انحلت المشكله، بس بدي منك ما تتدخل بالشغل كثير مشان ابوك ما يزعل منك. بالعكس يا ماما، بابا لازم يفرح اني بتدخل. انا ما بعرف ليه عم يعملني هيك، وليش عم بيحاول يبعدنا عن المصنع باستمرار. بصراحه ما وحق، لانك شايف حالك مفكر كل العالم غلط وحضرتك الصح، يا اخي حاجتك غرور. انت اسكتي وما دخلك، لساتك صغيره ما بتعرف مصلحتك منيح، خليك بدراستك احسن وما لك علاقه بالشغله الاكبر منك. لا تتبارد. يلا باي. وليد، ماما مثل ما فهمتك الله يرضى عليك، اوعك تزعل ابوك. حاضر ماما، كرمال عيونك. تيسر.